فوصلنا لحيات كثيره، حل القضايا كان المعلقه طول حنا، وكان من اول بدين من امس والليله، وان شاء الله قريب بكره نكتبه بحاجه بشرف الشعب السوداني هناك للمواطنين في السودان. نحن السلام على وشكم ان شاء الله جايا، والاكوان كل اطراف اذا كان اركان المساله اول وبدت من السياده بدور السيد الايمتي كان نقاشا بنان، ونحن ناقشنا كل قضايا المعلقه المعروفه في كل وار في كل مناطق مختلفه، لكن الان في جوبا طلع لوار كان جيدا، ناقشنا كل مواضيع دخل المناطق المهمشة بسموه مناطق الصراعات في السودان، وجملة تمثيلا نحن عقلنا الآن نحن عقلين جلسة تاني مرتة تاني مع مجموعة تاني بقود عبد العزيز عبد الميلو، ونحن الآن تاني مع جفا سورية نسيق ورق واحد من الشرقة ونفشي مجموعة تاني إن شاء الله بقران يكون في يفشر الخير إن شاء الله بقرة، يعني نبرج مخرجات طيبة يشرف لكل ما نحن نمنع له حقيقة السلام، بعدها فرصة نكون فكر الطريق، وإن شاء الله نحقق السلام، بعدها فرصة للمواطنين في السودان إن شاء الله.